والآن يشرفني أن أرحب بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عضو مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي، لينضم إلى حوار مع صناع المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، يسعدني أن أرحب فيكم اليوم في هذه الحلقة النقاشية لمجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل. بداية ستحدثنا معالي شمة السهيل المزروعي عن قطاع الشباب، فلتتفضل مشكورة. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إخواني وخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن محظوظين بتواجد سموه معنا، مش بس صانع السلام وفخر الدبلوماسي، ولكن قائد وملهم لنا جميعا. في مقولة إن المستقبل بيد من يصنعه اليوم، وسموه يؤمن إيمانا كاملا بتمكين الشباب والتفاعل مع الشباب، وتعلمنا منه أن الشباب ما يتريون حوارات أو شعارات أو خطابات، لكن يبون قول وفعل ومبادرات صدق تمكنهم. اليوم مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل نموذج رائد للتفاعل والتمكين وسماع صوت الشباب. اليوم نحن نتحدث عن المستقبل مع المستقبل ومع صناعه. شو هي الطرق اللي نقدر نشرك شبابنا في صناعة هذا المستقبل؟ شكرا جزيلا. شكرا معاليك. نبدأ بحميد بن بشر من جامعة أبوظبي، سيحدثنا حميد عن أساليب جديدة في التعليم. تفضل حميد. قوم دولة الإمارات بتهيئة المبدعين وتدريبهم على حل المشاكل التي تنتظر العالم مستقبلا، وندرك أننا قادرين على التعلم سواء ضمن أو خارج الفصول الدراسية. في الاستطلاع اللي أجراه مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، أظهر شبابنا 86 منهم رضاهم عن جودة التعليم في جامعاتنا، ولكن توجد فجوة نريد إصلاحها فيما يتعلق بتجارب العمل، وذلك من خلال التدريب الداخلي والممارسة والتوجيه المهني. اللي نطمح له قبل كل شيء أن يكون طلابنا مستعدين لبيئة العمل مستقبلا، وأن يكونوا قادرين على خوض غمار الحياة، وهذا يحتاج تنسيق أفضل بين قطاعي التعليم والأعمال. يمكن للتكنولوجيا أن تحدث تأثير إيجابي ملحوظ، ولكن بحاجة إلى قيم ومهارات لتطبيقها بالشكل الصحيح. وندرك أن بحاجة إلى مهارات مثل الجرأة والمرونة والقدرة على التكيف في توظيفها بما يلائم الواقع الجديد. وبالنسبة لقطاع التعليم، نشوف أنه بيعتمد بشكل كبير على القيم والتكنولوجيا، باعتبار أن المستقبل بيكون معزز بالتكنولوجيا، مدعوم بالإمكانات، مدعوم بما هو على المحك. وشكراً. في البدء إذا تسمحوني شباب، أنقلكم سلام سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد. تحياتي لكم، وشكرا حقيقة على الدور اللي تبذلوه، ليس في هذه المناسبة فقط، ولكن في أنكم استطعتم السير بما رسم أبو الجميع ومؤسس هذه البلد الشيخ زايد الله يرحمه. سيركم المبني على إيجابيتكم، على طموحكم، تفاؤلكم، تضحيتكم، تعاونكم، تآزركم مع بعض، وعملكم مع المواطن، مع المقيم، وبحثكم دائما عن الأفكار والتحديات اللي تجعل من هذه البلد ما هي عليها اليوم. لا شك أن الجيل المؤسس للاتحاد عاش في فترة قد يكون تحديها مختلف، ولكن لا شك أن تحديها كان أكبر عن تحدينا نحن جميعا الموجودين. كانت إمكانياتهم شحيحة، كانت ظروفهم أصعب، ولكن اليوم التحدي والأمل فيكم
شما انت واخوانك وخواتك وايد كبير. صحيح ان التحديات اليوم اقل، ولكن لان الانجاز في هذا البلد وايد اكبر وتحقق الكثير، فالتحدي عليكم اصبح مضاعف. بالامكانيات الشحيحه الواحد يستطيع ان يبرز الانجاز لان يكاد يكون من العدم. اليوم بالانجازات المتحققه تحديكم مضاعف، وانا متاكد ان الجيل اليوم مو بس قادر ولكن مهيئ ان يجعل الخمسين سنه القادمه في الامارات افضل واقوى واحسن. اللحظة اللي أي جيل أو أي فرد يعتقد أنه وصل، هني تبدأ مسيرته في الفشل. فالتعلم المستمر وايد ضروري. وهني لما تحدث عن التعلم، نحن ما نتكلم عن التعلم يتوقف في البيئة المدرسية أو الجامعية، ولكن الإمكانيات المتاحة اليوم لجيلكم تجعلكم أو تفرض عليكم أنكم تبحثون عن العلم، تبحثون عن تطوير ذاتكم، وتبحثون أيضا عن تغيير حتى قدراتكم في العمل ومساراتكم في العمل. الشخص أو المؤسسة أو الدولة اللي تصل إلى مرحلة من التجمد وما تستطيع أن تنمي قدراتها وتغير من تطلعاتها، يصبح مفهوم النمو في هذه الدولة يتعثر. أنا متأكد أن الإمارات مو بس بتحقق خطوات أكبر في المستقبل، ولكن بتضاعف من خطواتها. بالنسبة لنا صحيح الرهان الأكبر هو على الشباب، ولكن أيضا الرهان الأكبر على مفهومنا في الإمارات في مسألة شعورنا دائما ان نحن جزء من منظومة انسانية تشملنا جميعا، واذا استطعنا ان نبذل قصار جهدنا في ان تكون الامارات دائما هذه البوتقة اللي تشمل ثقافات وتشمل الافكار وتشمل التجارب الانسانية المتعددة، بنستطيع أن نحقق قفزات وايد كبيرة إن شاء الله. شكرا سموك على المداخلة القيمة. ستحدثنا الآن نورة النعيمي من جامعة خليفة عن الاستدامة، فلتتفضل مشكورة. نرى مستقبلنا المهني في الطاقة المتجددة، ونؤمن أيضا أن يكون عندنا فرص عمل كثيرة في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا في دولة الإمارات خلال 50 عام القابلة. وأنا وإخواني وخواتي الموجودين اليوم وجميع شباب العالم نرى أن الاستدامة هي القضية الأهم لجيلنا، وننتظر اللحظة اللي بيكون فيها أهمية أكثر ودور أكبر للطاقة المتجددة. ويتطلب علينا لتنفيذ استراتيجية الإمارات لتنويع مصادر الطاقة كمية كبيرة من الدراسات والأبحاث وابتكار تقنيات جديدة لدعم الاستدامة. ونحن كشباب فخورون بأهداف الاستدامة التي حددتها دولة الإمارات لنفسها، ونطمح إلى الريادة في هذا المجال. وخلال مشاركتي في مختبر اليوبيل لمجلس سمو الشيخ محمد بن زايد لأجيال المستقبل، تحدثنا عن مستقبل ما بعد النفط، فإذا تسمح لي طال عمرك بسؤال، ما الذي تتطلعون لإنجازه مستقبلا على صعيد استهلاك مواردنا الطبيعية؟ شكرا. في السبعينات انتبه الله يرحمه الشيخ زايد إلى مسألة حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول، ووجه في يومها لضرورة التوقف عن الفليرينج. فمن يومها أصبح الأمر ليس فقط رغبة بالمحافظة على البيئة بشكل أفضل، ولكن أيضا تحدي لشركات المنتجة للطاقة في هذا الوقت. إذا اليوم نحن في الإمارات نتحدث عن قدرتنا أو تطوير قدراتنا فيما يتعلق بالاستدامة أو ما يتعلق بتحقيق
تحسين الكفاءة لإنتاج الطاقة أو تقليل من الانبعاثات، أو أن يكون لنا دور أكبر في الحوار الدولي فيما يتعلق بالتغير المناخي. أنا أعتقد أن كل هذه التحديات ضروري أن يكون لنا صوت فيها، ليس فقط لأن طرحنا هذا الأمر لعقود ماضية، ولكن أيضا لأن الإمارات لا زالت وبتبقى لعقود قادمة منتج للطاقة. التحدي كيف نستطيع أن نستمر في تنويع مصادر الطاقة في دولة الإمارات، كيف نستطيع أن ننوع هذه المصادر من مصادر إنتاج طاقة نووية، مثل ما شفتوا من بضعة أيام تم الترخيص للمحطة الثانية في براكة. الإمارات صار لها اليوم نهج في العقد ونصف الماضي أن تستثمر بشكل كبير في إنتاج الطاقة الشمسية، إن كان في الإمارات أو خارج الإمارات. مشاريع الإمارات في إنتاج طاقة عبر إنتاج الطاقة من منطقة الرياح، تطوير هذه التقنيات أيضا. لكن هذا كله أيضا مرتبط إلى أي مدى هناك في تعاون عالمي في هذا الموضوع. شهدنا في السنوات الماضية تقدم وتراجعات من بعض الدول حول هذا الموضوع بالذات. نحتاج أن تكون هناك ليس فقط استراتيجية دولية، ولكن استراتيجية طويلة المدى، بحيث أن نستطيع أن نطور هذه القطاعات، إن كان تطويرها في المجال العلمي، تطوير أبحاثها، ولكن أيضا أن تكون مستدامة ليس فقط على موضوع البيئة، ولكن مستدامة اقتصاديا. إذا ما كانت مستدامة اقتصاديا، فدائما بنشوف أن هناك في تغيرات ومصالح لدولة هنا أو دولة هناك، خاصة الدول الأساسية الباعثة لثاني أكسيد الكربون. هني في الإمارات بوجود وكالة أرينا استطعنا ليس فقط أن نسلط الضوء على مفهوم الطاقة المتجددة في الإمارات، ولكن أيضا استطعنا أن نركز جهودنا إن كان في مجال الاستثمار أو في مجال التنمية في دول عديدة حول العالم حول تطوير قدراتهم فيما يتعلق بالطاقة المتجددة. شكرا طال عمرك على المداخلة. ستحدثنا إيمان حبليل عن التعاون والقيم، فلتتفضل مشكورة. سموكم الكريم، إحدى النواحي التي نغفل عنها أحيانا أهمية التعاون والتحلي بروح الفريق، لذلك تم تسليط الضوء خلال مختبر اليوبيل على دور التعاون وبناء الشراكات في تعزيز الابتكار والارتقاء وأهمية تبادل الخبرات والتعايش، حيث أنها تعد من محفزات النمو بجانب التواصل الفعال. وأظهر آخر استطلاع لمجلس الشيخ محمد بن زايد لأجيال المستقبل أن 91 من الشباب الإماراتي يؤمن بمقولة أن الأفضل لم يأتي بعد، أي أننا جيل متفائل عنده طاقة وعطش للعطاء، ولازم نوظف هذه العوامل في منظومة العمل على جميع الأصعدة. شكرا. شكرا إيمان. سيحدثنا الآن عمر الظهوري من جامعة الإمارات عن الفرص خلال 50 عاما القادمة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم سمو الشيخ، اسمحوا لي بكمل كلامي باللغة الإنجليزية. Your Highness, the UAE has a strong view on the importance of technology and building a resilient society for society. For technology is ushering a new era in innovation, driving new growth, and addressing critical societal matters. As technological and scientific advancements will shape a better world in the coming 50 years, the UAE should become less dependent upon importing a technology and instead increasing in producing its own. This leads to show that entrepreneurship will become crucial for the development and sustainment of our country, and that we will need to further build an entrepreneurial mindset and culture amongst the youth. The UAE aspires to play a global role as a leading nation to provide quality platforms that will attract ambitious entrepreneurs from all around the world, in which
These platforms will further develop these entrepreneurs who intend on contributing to the wider global economy. In order to accommodate such individuals, the UAE must continue to improve its academic facilities and universities to become both practically and digitally advanced. Thank you. شكراً عمر. الآن ستحدثنا ليدي ديان بركة من جامعة السربون أبوظبي عن الصحة النفسية. فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم سمو الشيخ. واحدة من القضايا اللي كتير بتهمني وبتقلقني بمجتمعنا هي الصحة النفسية، اللي هي مش بس سهل نحن نقدر نحكي عنها، ولكن جيلنا بلش يتخطى هذا الموضوع. تفشي الوباء اللي صار عزز كتير من القضايا اللي أصلاً كان عنا إياها بمجتمعنا، اللي هي أثرت على صحتنا النفسية إن كانت من ناحية الاكتئاب أو الوحدة. غير هذا الشيء عنا اللي هي منصة التواصل الاجتماعي اللي بتشكل مثل ضغط على جيلنا، ولكن لحد هلأ هيدي القضية ما فينا نطرحها بالمناقشات العامة، وبالرغم أن وجود عنا نسبة من العالم اللي بتواجه الاكتئاب والقلق. أظهر استطلاع مجلس الشيخ محمد بن زايد لأجيال المستقبل أنه بنسبة 25% من طلاب الجامعات وصفوا حالتهم النفسية بما بين سيئة أو ليست جيدة. فمشان هيك نحن لازم نبلش نساعد بالتوعية وكمان العلاج المبكر ودعم المجتمع تبعنا كرمال نساعد بحل هدول المشاكل. شكرا. جزء أساسي من الحل هو القبول أن التحديات النفسية والأمراض النفسية هي جزء من أي مرض آخر. كبشر نمر بأمراض جسمانية أو أمراض نفسية، وهذا قبول لابد أن المجتمعات تتكيف معه لمعالجته. وهناك أمراض في السابق كانت تابوهات أن الناس تتحدث فيها كأمراض عضوية، ولا يمكن أن نبدأ في معالجة أي خطر إن كان كأمراض عضوية أو نفسية إلا أولاً بقبول أن هذه أمراض ممكن أي واحد يصاب فيها. ثانياً، لا يوجد أي عيب بذلك، ولكن العيب هو عدم مواجهة هذه الأمراض. والنقطة الثالثة مسألة تثقيف إن كان المجتمعات إن كانت الأسر بهذا المفهوم، ولكن أيضاً إعطاء مجال أكبر لدراسة هذه التخصصات. وهني أنا ما أتكلم كدراسة أكاديمية فقط لمن يرغب أن يعمل في هذا المجال، ولكن وجود إحصاءات مثل هذه، وجود بيانات تستطيع أن تبدأ في معالجة هذه التحديات قبل أن يكون علاجها كثير أصعب. وهذه قد تكون تحديات لأسباب جينية، لأسباب بيئية، لأسباب أسرية، ضغوط الحياة. اليوم تحدي كورونا وترك الأسر إن كان تعمل في البيت أو تدرس من البيت، العلاقة الاجتماعية أصبحت عائق أساسي بسبب هذا الوباء. لا تصبح فقط الأمراض النفسية تحدي يواجه الشباب أو الأسر، ولكن أيضا يواجه كبار السن. هناك اليوم نمو عالمي فيما يتعلق بازدياد حالات فقدان الذاكرة عند كبار السن. وإذا كمجتمعات لا يكون هناك حديث عادي وسلس فيما بيننا حول هذه التحديات، أنا أعتقد نحن قاعد نخفي حقيقة أن نحن بشر ومعرضين للخطر ومعرضين للتحديات. شكرا سموك على المداخلة. سيحدثنا الآن فارس المالك من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن الذكاء الاصطناعي والإبداع، فليتفضل مشكورا. سمو الشيخ، إن الحفاظ على لغتنا العربية هي أقصى أولوياتي، وأعتقد أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تساعد في ذلك، حيث يؤمن 74% من الشباب الإماراتيين الذين ساهموا
في استطلاع الرأي في مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل بأهمية الثقافة كجانب محوري يجب على دولتنا دولة الإمارات التركيز عليه أكثر بخططها واستراتيجياتها المستقبلية، إذ يشكل اندثار الثقافة الإماراتية وانحلال الروابط الاجتماعية أحد القضايا التي تثير مخاوف الشباب بعد مسيرتهم المهنية. لذا يجب أن يكون الحفاظ على لغتنا العربية من أولوياتنا خلال 50 عاماً القادمة. سمو الشيخ، أنا هنا اليوم كلي فخر واعتزاز كوني أحد طلاب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، كيف لا وهي أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إذ تتطلب دراسة التحلي بسمات الإبداع والابتكار والاطلاع على كل ما هو جديد. وأنا دوما أحاول وأحرص بشدة على البقاء قريب من هويتي الثقافية من خلال الالتزام بلغة العربية التي تربطني بأكثر من 300 مليون شخص حول العالم. وأنا على يقين بأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستساعدنا على ترجمة بيانات كبيرة وتحويلها إلى محتوى سردي مفهوم باللغة العربية. يتعين علينا مستندين إلى توجيهاتكم الحكيمة سمو الشيخ تعزيز الدور الإيجابي وبذل المزيد من الجهود لتعزيز الدور الإيجابي للذكاء الاصطناعي في القطاعات الإبداعية وتشجيع الشباب ورجال الأعمال على إطلاق أعمال تربط بين التكنولوجيا والثقافة وتصون لغتنا في المستقبل. ولو أننا قمنا بتدريب فقط 20% من رواد الأعمال الإبداعية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومهارات الذكاء الاصطناعي، أؤكد لكم سمو الشيخ أننا سنقود العالم، وشكرا لكم. طبعا هناك دائما هذا التحدي في تعرف هالكلام شمه زين، أنا هاي واحدة من حواراتنا المستمرة في مجلس التعليم اللي هي مسألة كم هناك دور للعلم وكم هناك دور أو العلوم وكم هناك دور للثقافة. بالنسبة لنا على الأقل في الإمارات نعتقد أن الموضوعين مرتبطين ببعض. مفهوم التنوع هو ليس بخلاف عن مفهوم التمسك بالثقافة أو الهوية، بل العكس، كل ما الواحد يستطيع أن يحترم ويتشبث ويتعزز بهويته وثقافته يستطيع أن يخلق المزيد من التنوع، إن كان التنوع الفكري أو التنوع الفلسفي أو التنوع في طرح الحلول حول كثير من هالقضايا. ولا يمكن معالجة قضايا الذكاء الاصطناعي أو قضايا العلوم بمعزل عن القضايا الفكرية. فبالتأكيد تعزيز هذا الإثراء المتلون في الإمارات ضروري، وضروري في نفس المجال أن يبقى المواطن الإماراتي معتز بالتراكمات الموروثة في هذا البلد، إن كان هذا موروث فكري أو ديني أو لغوي أو في عادات وتقاليد، ولكن ألا يصبح أيضا الموروث عقبة لانفتاحنا أمام الآخرين، فأن نبقى متجذرين بهذه الهوية، ولكن كما يقول غاندي أن نبقي كل النوافذ مشرعة. شكرا طويل العمر على المداخلة. وصلنا إلى ختام الجلسة، أي كلمة أخيرة طويل العمر تريد توجهها للشباب قبل ما ننهي؟ غير الشكر على حضور كل واحد ومشاركتكم تبقى أولوية للقيادة في دولة الإمارات. أعرفها من المعازيب دائما، لكن أيضا شعوركم أن هناك الكثير من الجهد لابد أن يقدم لهذا البلد، شعوركم دائما أنكم تكونون فخورين بما حققته الإمارات، ولكن أيضا مثابرين أنكم
تعملون بالمزيد وتعملون برغبتكم انكم تبحثون عن اي فكرة جديدة، ان كانت هذه الفكرة تشكل مزيد من الامل في البلد، ولكن ايضا مزيد من الاثراء في اي مجال. اذا هذه البلد استطاعت في 50 سنة الماضية ان تعمل هذه القفزات الضخمة لأسباب مختلفة، واحدة منها وجود ثروة نفطية صحيح، ولكن الثراء الأكبر للجسد في هذا البلد هو وجود قيادة ثابرت وضحت في ظروف مثل ما كنت أذكر صعبة. اليوم ظروفكم أنتوا وايد أسهل، فأتمنى أن ثقة أهاليكم فيكم وتربيتهم لكم ونموكم في هذا البلد في هذه الإنجازات بيعطينا 50 سنة أخرى من مضاعفة الإنجاز يا رب. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على مشاركته القيمة ودعمه الدائم للشباب، ونشكر جميع المشاركين والحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.